عن أهمية ودلالة ذلك بينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع. يا أستاذ وائل أهلا بيك، وقول لنا في الأول إزاي بتشوف أهمية تقدم مصر بمؤشرات القوة الناعمة وانعكاس ده إيه على الدولة المصرية؟ أهلا بحضرتك يا أستاذ ريهام وكل جمهوريك ومشاهديك الكرام. طبعا هذه الشهادة أرى أنها يعني وسام جديد يتوج صدر الحكومة المصرية ويضاف إلى شهادات الثقة المتتالية في الإدارة المصرية والدولة المصرية بكل مؤسساتها سواء الاقتصادية أو السياسية أو حتى المؤسسات المعنية بالتربية والعلوم والثقافة. فدي مؤسسة كبيرة تصدر تقريرا شفافا عن جميع دول العالم يعني واستمرار وجود مصر في هذا التصنيف وتقدمه الدائم يؤكد ان الحمد لله يعني الدولة المصرية الان تسير بخطى ثابتة ودايما في تقدم في كل النواحي سواء الناحية الاقتصادية او ناحية التغلب على الصعاب او اللي موجودة واللي بتحيط بالعالم كله أو في كمان الناحية تنمية الوجدان والثقافة والعلوم ويعني استمرار الحفاظ على صورة مصر الذهنية في العالم، الصورة المشرقة لمصر وتدعيم كمان هذه الصورة. فهذه الشهادة الدولية شهادة كبيرة أرى أنها يعني انعكاستها وأثرها الإيجابي على الداخل والخارج، والخارج هنا مهم جدا جدا بالنسبة لي لأن دي حينما تأتي الشهادة من مؤسسة دولية كبيرة هي تخاطب في الأساس العالم كله، فمزيد من الثقة بتوحي بمزيد من الثقة في الحكومة المصرية، مزيد من البريق للصورة الذهنية لمصر في العالم، مزيد من الواعدية في المستقبل كمان إن إحنا مصر الحمد لله منذ أن دخلت هذا التصنيف وحتى الآن وكل سنة في تقدم مستمر، وده شيء واعد وشيء مبهج وشيء صار للجميع الحمد لله. لأي مدى ممكن ان احنا نعتبر القوى الناعمه في مصر يعني هي القاطره لتعزيز دور مصر ومكانتها على الساحه العربيه والاقليميه والدوليه ومساعدتها على مواجهه التحديات؟ والله في الحقيقه انا يعني في عموم الدول العالم بعتبر ان القوى الناعمه هي راس الحربه في اي تقدم، لا وجود لفكرة التقدم في أي دولة من غير ما يكون في تدعيم لهذه القوى الناعمة. نحن حينما نتحدث مثلا عن أمريكا في العامل الاقتصادي بيجي في يعني في الذهن، طبعا هو في الواقع هو المهم هو الأهم يعني أو في الصدارة، لكن ما يأتي في الذهن أولا هي القوى الناعمة الأمريكا، اللغة التي يتحدثها العالم كله، الأفلام التي يراها العالم كله، المتاحف والدراسات والعلوم التي تشع من أمريكا للعالم كله. كذلك أي دولة كبيرة، الصين، نتكلم عن الصين حينما نتكلم عن روسيا، حينما نتكلم عن مصر، مصر لها خصوصية كبيرة. يعني أكون المتابع للأفلام العالمية والأعمال الدرامية الكبرى، لن يخلو أكاد أجزم يعني ما فيش مسلسل أو فيلم أو أي حاجة لا تحتل فيه مصر موقع المركزية في الفكر أو في خلفية الفكر والتفكير العالمي بحكم وجودها في الموقع العظيم وبحكم تاريخها الكبير وبحكم اشتراكها مع المشترك الثقافي للعالم كله. مصر تشترك في المشترك الثقافي الديني مع المسيحية مع اليهودية مع الإسلام، تشترك في الحضارة، تشترك في كل شيء. فمصر وجودها كقوة ناعمة على وجه الخصوص أنا بعتبرها هي الثروة الأكبر لمصر، وهي الشيء الكفيل بأن هو يخلي العالم كله شغوف بمصر. بنشوف حالة الشغف دي بها أسماء ومصطلحات في كل دولة. عندنا مثلا في فرنسا في حاجة اسمها الولع المصري، في أمريكا في حاجة اسمها الشغف بمصر، في كل دول العالم أو كل ثقافات العالم مصر لها مكانة كبيرة جدا جدا في هذا الأمر. فكون إن مصر مش بس لا تكتفي بهذا الوجود الراسخ في التاريخ والراسخ في الأذهان والثقافة في العالم كله، هي أيضا تدعم هذا الوجود. ده اللي احنا بصراحة كنا نأمل فيه دايما، وده اللي احنا بنراهن عليه دايما. وبنراهن كمان، اسمحي لي أقول لك، على واعدية الموضوع. يعني أنا مش بس زي ما بنقول كده في مصر إن مصر ما في أي حتة
تنقب فيها عن اثار هتلاقي اثار، او تنقب فيها عن تاريخ هتلاقي تاريخ. مصر مش بس لن تكتفي بهذا الوجود في التصنيف العالمي، ستدعم هذا الوجود، لان لديها، ما زالت مصر لديها الكثير والكثير والكثير لتقدمه للعالم. ولدينا الان مشاريع ثقافيه من اكبر واهم المشاريع الموجوده في العالم كله. نحن نخاطب الان بلغه عالميه، هذا التصنيف اتوقع في السنوات القادمه هيكون اكبر بكثير لما مدينه الثقافه والفنون باذن الله يفتتحها سياده الرئيس، لما المتحف المصري الكبير يفتتح برضه اتوقع خلال هذا العام، لما المشاريع الثقافيه في كل ربوع مصر، لما تؤتي المشاريع الثقافيه اللي بتعملها حياه كريمه في كل الربوع والقرى والاماكن تؤتي بثمارها، فنشهد باذن الله حاله نهضه كبيره جدا جدا. ونامل ان احنا يعني التصنيف ده يفضل طول الوقت نحتل فيه مراكز متقدمه لحتى تحتل مصر مكانها الطبيعي في صداره هذا التصنيف. نعم، اشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع، شكرا لك.